مرحبا، أهلا وسهلا فيكم مواليد برج الحمل. كيف بده يكون شهر ديسمبر عليكم على كافة الأصعدة؟ أكيد مواليد برج الحمل هلأ الأمور بدها تبلش تتبلور إلى الأفضل، خاصة بوجود الشمس والمريخ وعطارد ببرج العقرب عم بيساعدوك ماديا لتقدر تستجمع أموالك و يعني تاخد حقوقك المالية، حتى بأمور مال مشتركة، يعني مال مع شريك عملي، مع شريك يعني من العيلة. فهول الأمور بتقدر تاخد حقوقك منهم، والقضايا القضائية يلي انتو مثلا البعض اللي هو رافع قضايا قضائية بخصوص أموال وبخصوص حق أو بأي اتجاه، الأمور بتكون لصالحها. كمان بالأمور بدها تكون حلوة، بتتسارع الأحداث بالبيع بالشراء، العقارات، الاستثمارات، الاهتمام بالبيوت، الاهتمام بالعيلة، هذه الأمور بتطالك. هلأ عاطفيا الأمور لا بأس بها مواليد برج الحمل، ولكن عليك تكون هادي، يعني ما تتسرع وما تواجه، كون دبلوماسي وكون على قد المسؤولية وكون ودود مثل ما بنعرفك يعني مولود برج الحمل، لأنه الانفعالات ما بتكون لصالحك. أما من ناحية الأمور السفر، أكيد بدك ترجع تنشط بالسفر، خاصة ب 22/11 حين انتقال الشمس لبرج القوس، وب 24 الشهر كمان رح ينتقل المريخ. فهون بقول لك الامور بدها تصير كثير حلوه للمريخ وكوكبك الحاكم، وعم بكون بالبيت التاسع، فرح بيزودك بطاقه حلوه وبيفتح لك مجالات كثير لتكون قد المسؤوليه باي اتجاه بتعاملك مع كافه الافرقاء، يعني ان كان ببيتك، ان كان بسفرياتك، ان كان مع محيطك بالدراسه، بعملك. وبيفتح لك مجالات كثير يلي طالب هجره، يلي طالب اوراق عالقه بخصوص السفر، جنسيه، اقامه، فيز. فهذه الأمور كلها بتطالكم مواليد برج الحمل، وبتكون بأوج عطاءك للتجارة، للاستثمار، للازدهار المالي. نعم، فحتى علاقاتك العاطفية بدها تكون حلوة. يعني أنا بقول لك إنه شهر واعد كتير حلو، ولكن دايما لازم تتابع الأبراج اليومية مع رولا والأبراج الأسبوعية لتشوف التطورات كيف تكون بهيدا بالأوقات اليومية والأسبوعية كيف تتحرك. بس بالإجمال أنا بقول لك شهر رائع، بشوفك على خير.